أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان حديثنا في هذا الحديث الشريف في الكافي الشريف باب ان الائمه هم اركان الارض وهذا الحديث تضمن مقاطع في فضل امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام هنا الامام الصادق يروي عن عن امير المؤمنين عليه السلام قوله في فضائله طبعا لا يخفى ان تزكيه المرء نفسه قبيحه كما يقول امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام ولكن احيانا الانسان يضطر لكي يبين فضائل نفسه لارشاد الناس وهدايتهم وتعليمهم مثلا واحد ياتي ويفخر امام الناس بانه طبيب يريد ان يستعلي على الناس هذا قبيح، لكن يريد ينبه الناس انه هو طبيب اذا كان بهم مثلا داء فليراجعوه، فيقول: ايها الناس انا طبيب غرضه من ذلك خدمة الناس وليس الاستعلاء عليهم، يرشدهم الى ما يصلح امرهم حيث ان الله سبحانه وتعالى عين الامام علي عليه السلام للخلافه بعد رسول الله صلى الله عليه واله ولعل بعض الناس لم يسمع ذلك من الرسول صلى الله عليه واله فلذلك امير المؤمنين احيانا كان يبين فضائل نفسه لا لكي يستعلي على الناس لكي يرشدهم الى ما يريده الله سبحانه وتعالى من الاعتقاد به ومن معرفة فضله ومن اتباعه مثلا الرسول عندما يأتي ويقول يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا لا يريد أن يستعلي عليهم يريد أن يرشدهم إلى طريق الحق ويبلغهم رسالات الرب سبحانه وتعالى فأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في هذا المقطع الذي يرويه الإمام الصادق عليه السلام يبين بعضا من فضائله فيقول وانا الفاروق الاكبر وانا صاحب العصا والميسم او الميسم ولقد اقرت لي جميع الملائكه والروح والرسل بمثل ما اقر به لمحمد صلى الله عليه واله ولقد حملت على مثل حمولته وهي حموله الرب في هذا المقطع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يبين جانبا من فضائله، يقول أنا الفاروق الأكبر. الفاروق من الفرق صيغة مبالغة على وزن فاعول. يعني الذي يفرق بين الحق والباطل. يفرق بين أهل الحق وأهل الباطل. لانه كثير من الاحيان الحق والباطل مختلطان فالناس قد لا يميزون بين الحق والباطل يتبع الباطل ويتصور انه الحق الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعه او الانسان يتبع شخصا يتصور انه يهديه الى سبيل الرشاد ثم يتبين ان هذا الانسان كان ضالا مضلا وفي يوم القيامه يتبرأ هذا من اتباعه واتباعه يتبرؤون منه اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، وهكذا ايات اخرى من القران تدل على ذلك. فالله سبحانه وتعالى لكي لا ينخدع الناس باهل الضلاله ولكي لا يتصوروا الباطل حقا جعل موازين في هذه الدنيا فالميزان الاول هو الرسول محمد صلى الله عليه واله هو الفاروق بين الحق والباطل بعد الرسول يجب ان يكون الفارق والفاروق بين الحق والباطل يجب ان يكون معصوما لانه اذا مو معصوم يمكن هو يرتكب الباطل خطا او يتصور الباطل حقا فيبلغ ذلك للناس التفريق التام والكامل بين الحق والباطل لا يكون الا بمعصوم لا يتحكم فيه الهوى ولا يخطئ فلذلك بعد الرسول صلى الله عليه واله الفاروق الاكبر هو امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام كل اعماله تميز بين الحق والباطل. لذا الرسول صلى الله عليه واله قال لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. وهذا الكلام انه الفاروق الاكبر او الاعظم هذا ايضا روته العامه في بعض ما رووه ان امير المؤمنين قال: انا الصديق الاعظم والفاروق الاكبر لا يقولها احد بعدي الا كاذب. فإذا أمير المؤمنين الفاروق الأكبر تشوف شنو عمله تعلم أنه الحق شنو تركه تعلم أنه الباطل معاوية حارب أمير المؤمنين عليا تعلم بأن معاوية على باطل وكما قال الرسول صلى الله عليه واله هو رأس الفئة الباغية التي قتلت عمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليه وهكذا في الكلام إذا اجتهد بعض الصحابة اجتهادا وأمير المؤمنين عليه السلام خالفهم في اجتهادهم فيتبين أن اجتهادهم كان على خطأ أو على باطل وأن كلامه هو الصح والحق فلذلك يجب أن يتبع أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى هذه من فضائله عليه الصلاة والسلام ثم فضيلة أخرى وأنا صاحب العصا والميسم أو الميسم، مواريث الأنبياء هذه ورثها نبي عن نبي، هناك بعض الأمور سواء من الكتب المنزلة، هذه في الجفر الأبيض، الجفر الأبيض صندوق من جلد فيه جميع الكتب التي نزلت على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، التي نزلت على آدم، نزلت على إدريس، على نوح، على إبراهيم، على موسى، على عيسى، على داوود. هذه الكتب التي نزلت على الأنبياء موجودة في الجفر، في الجفر الأبيض، وكان عند رسول الله صلى الله عليه واله ومن بعده سلمها لامير المؤمنين علي بن ابي طالب وهكذا توارثها الائمه واحدا بعد واحد وهي الان عند الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وكذلك مجموعه اخرى من غير الكتب من الامور هذه ايضا توارثها الانبياء مثلا عصا موسى عليه الصلاه والسلام. هذه العصا التي كانت تتحول الى ثعبان. هذه من مواريث الانبياء. يعني من بعد موسى ورثها الانبياء والاوصياء الى ان وصلت الى الرسول محمد صلى الله عليه واله، ومن بعده اورثها امير المؤمنين عليا عليه الصلاه والسلام. ليس بعنوان ارث المال، وانما هذه كان يسلمها لانها امانه. هي عند أي نبي موجودة ليست ملكا له وإنما أمانة بيده فلذا بموته لا ينتقل إلى ورثته أبنائه بناته الذين يرثونه ويرثون أمواله وورث سليمان داود وإنما تلك الأموال الخاصة يرثها أبناء الأنبياء من الأنبياء كسائر الناس هذا الحكم ليس قد خصص وإنما هو حكم عام يشمل الأنبياء وغير الأنبياء وأما ما روي أن الرسول قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث فهذا تحريف في الحديث الشريف وإلا الأنبياء يورثون كما في هذه الآية التي تلونها وورث سليمان داود المقصود أن هذه المواريث الأنبياء هذه كانت أمانات بيدهم مو ملك حتى بعد موت يرثه ورثته، لا هذه امانه بيده، يعني عصا موسى كانت امانه بيد الانبياء من بعد موسى، وكل نبي يسلمها الى النبي الذي بعده او الوصي الذي بعده، الى ان وصلت الى رسول الله محمد، وقبل وفاته سلمها الى امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام. من المواريث خاتم سليمان. من المواريث امور كانت بيده. محمد صلى الله عليه واله وهذه قبل وفاته وهبها لامير المؤمنين علي بن ابي طالب وهي تتوارث بين الائمه عليهم الصلاه والسلام وهي الان بيد الامام المهدي ومنها السلاح سلاح الرسول صلى الله عليه واله وامور اخرى هذه في الجفر الاحمر فعصا موسى كانت بيد امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام اخذها من الرسول صلى الله عليه واله. ولعل المراد في هذه الفقره من هذا الحديث الشريف ان امير المؤمنين يريد ان يقول انا اتمكن باذن الله ان احول العصا الى ثعبان، الى حيه كما ان الله سبحانه وتعالى اعطى هذه القدره لموسى فكان يضربها على الارض فتتحول الى ثعبان او الى حيه تسعى كذلك امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام الله سبحانه وتعالى حباه بهذا الامر باذن الله يتمكن من فعل ذلك. انا صاحب العصا والميسم او الميسم شنو هو الميسم او الميسم؟ هذا وسم وسياتي في احاديث لاحقه انه قبل قيام القيامه في الرجعه يرجع امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام وبيده هذه المكواة فتوضع فيضع بها علامه على جباه الناس فيكتب على جبهه البعض مؤمن على جبهه البعض منافق هذا قبل قيام القيامه حينما يرتفع التكليف خلص يعني على ذلك تقوم القيامة حينما ينزل تنزل القيامة ترتفع التوبة فلا توبة كما أن الإنسان الآن إذا وصل لحظة الاحتضار وعاين الآخرة وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن كما حصل في فرعون في لحظه المعاينه في لحظه الاحتضار حينما عاين الاخره قبيل موته اراد ان يتوب خلاص ماكو مجال للتوبه قال انا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فقبل القيامه قبل ان تقوم القيامه ترتفع التوبه فياتي امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام ويضع علامه على جباه المؤمنين والمنافقين هذا مؤمن هذا منافق طبعا البعض هذا القسم يحمل على المعنى المجازي يعني صاحب الميسم يعني المكوات أو العلامة يقول هذا مجازي لأن حب إيمان وبغض نفاق فتعبر عن ذلك بالميسم المكوات لكن مع إمكان المعنى الحقيقي لا وجه للذهاب إلى المعنى المجازي من فضائله الأخرى يقول ولقد أقرت لي جميع الملائكة والروح والرسل بمثل ما أقر به لمحمد صلى الله عليه وآله يعني كما أنهم أقروا لمحمد بالولاية وأقروا بفضله وأنه أفضل خلق الله سبحانه وتعالى كذلك أقروا لعلي بن أبي طالب بالولاية وبأنه أفضل الناس بعد رسول الله محمد صلى الله عليه واله لان الاقرار بنبوه الرسول وبفضله وبولايه الامام امير المؤمنين وبفضله هذا ليس واجبا على الناس فحسب وانما يجب على العوالم الاخرى في الملائكه كلهم اقروا لان الملائكه لا يعصون الله سبحانه وتعالى الملائكه معصومون لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون والروح الروح خلق اخر من نوعيه اخرى يختلف عن الملائكه واحيانا يطلق الروح على جبرائيل عليه السلام فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا فقد يراد بالروح جبرائيل فيكون ذكر الخاص بعد العام يعني اول ذكر الملائكه اجمع ثم ذكر جبرائيل بشكل خاص تشريفا له. وقد يراد بالروح خلق اخر يختلف عن الملائكه تنزل الملائكه والروح وروح القدس الذي هو مع الائمه عليهم الصلاه والسلام ومع الانبياء. الروح ايضا اقر بفضل محمد صلى الله عليه واله وبولايته يعني والاه وكذلك اقر بفضل علي عليه السلام ووالاه وكذلك الرسل الرسل من ادم عليه السلام الى عيسى هؤلاء حتى الانبياء غير الرسل هؤلاء من الواجب عليهم كان ان يقروا برسالة محمد صلى الله عليه واله ويبشرون به. كذلك هؤلاء الرسل كان واجبا عليهم ان يقروا بولاية علي بن ابي طالب عليه الصلاة والسلام، وبعضهم بشر به الخواص من اصحابهم. ولقد أقرت لي جميع الملائكة والروح والرسل بمثل ما أقروا به لمحمد. يعني الإقرار بالفضل والولاية. لأن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أفضل من الأنبياء باستثناء محمد صلى الله عليه واله. وليس في ذلك غلو في حق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. بل هذا ما يظهر من الأدلة الصحيحة المعتبرة مثلا من جملة الأدلة التي ترويها العامة أيضاً. العامة تروي أن رسول الله صلى الله عليه واله قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما. هذا حديث صحيح روته العامة أيضاً. زين كل أهل الجنة شباب. يعني الناس العاديين من أهل الجنة شباب. الأنبياء في الجنة شباب أيضاً، لا يوجد في الجنة حرم أو هرم لا يوجد فعندما يقول الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة من شباب أهل الجنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهما سيدان عليهما ثم يقول وأبوهما خير منهما يعني أبوهما علي بن أبي طالب هو من شباب أهل الجنة لكن خير منهما هما ليسا سيدان عليه بل هو سيد عليهما طبعا والرسول صلى الله عليه واله افضل من الجميع كما دل عليه الاحاديث الكثيره الصحيحه. فاذا الرسل ايضا اقرت بولايه الامام علي بن ابي طالب كما اقرت بولايه الرسول صلى الله عليه واله. اقرت بفضله كما اقرت بفضل الرسول ثم بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يبين فضيلة أخرى من فضائله ولقد حُمّلت على مثل حمولته يعني الله سبحانه وتعالى كلفني بالتبليغ كما كلف محمدا صلى الله عليه واله بالتبليغ طبعا الرسول محمد هو رسول من قبل الله نبي لكن علي بن ابي طالب ليس نبيا هو إمام لكن مكلف بالتبليغ كما أن الله سبحانه وتعالى جعل لموسى وزيرا من أهله كما قال واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري الله سبحانه وتعالى جعل نفس المنزل باستثناء النبوة لعلي بن أبي طالب من الرسول صلى الله عليه وآله فلذا الحديث الصحيح الذي روته العامة والخاصة ماذا يقول الرسول؟ يقول أنت يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي شنو منازل هارون من موسى؟ منازل كثيرة منها منزلة النبوة لكن هذه المنزلة ليست لعلي بن أبي طالب لذا الرسول يقول إلا أنه لا نبي بعدي لكن بقية المنازل مثلا هذه الآية التي تلوناها الآيات التي تلوناها ذكرت بعض المنازل اجعل لي وزيرا من اهلي. هذه المنزله كانت لهارون من موسى فهي لعلي بن ابي طالب من محمد عليهما والهما الصلاه والسلام. فهو وزير من اهله. اشتد به ازري كما ان الله سبحانه وتعالى شد ازر موسى بهارون كذلك شد ازر رسوله محمد صلى الله عليه واله بعلي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام. واشركه في امري في امر النبوة لا لم يشركه علي بن ابي طالب، علي بن ابي طالب لم يشرك الرسول صلى الله عليه واله في امر النبوة، اما في سائر الامور منها التبليغ الرسول بلغ امير المؤمنين ايضا بلغ الرسول قاتل وامير المؤمنين ايضا قاتل لكن الرسول صلى الله عليه واله كان قتاله على التنزيل لان المشركين كانوا ينكرون القران، ينكرون النبوة فقاتلوا رسول الله فقاتلهم ونصره الله سبحانه وتعالى عليهم كذلك قاتل امير المؤمنين على التاويل يعني الذين قاتلوا امير المؤمنين في الجمل في صفين في النهروان هؤلاء ما كانوا ينكرون القران في الظاهر بل الخوارج مثلا كان كثير منهم قراء القران لكنهم اولوا القران تاويلا باطلا وتركوا التاويل الصحيح مع ان الله سبحانه وتعالى يقول: فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم. الرسول حُمّل يعني كلف بالتبليغ كما قال الله سبحانه وتعالى قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حُمّل يعني ما كلف بابلاغه مثلا. امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام ايضا كلف مع اختلاف في الظروف والا في روايه ان امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام في يومه معركة الصفين اطلع من على تلة على معسكر أهل الشام عددهم كان كثير حسب ما يروي ابن أبي الحديد أو ينقل ابن أبي الحديد تقريبا كانوا مائة ألف وجيش الإمام أمير المؤمنين كان تقريبا خمسين ألف فالإمام عندما اطلع على راياتهم قال ما معناه ان هذه رايه قديمه مو رايه جديده نفس الرايه التي حاربت الرسول صلى الله عليه واله في يوم بدر في يوم احد في يوم الخندق هي نفس الرايه لكن ذاك الوقت كان مقاتلتهم ضد الاسلام علنا الان مقاتلتهم بعنوان الاسلام لكن هو ضد الاسلام باطنا لانهم كانوا منافقين لكن دنياهم كانت في ان يظهروا الشهادتين كما ان المنافقين هكذا دائما ولقد حملت على مثل حمولته وهي حموله الرب يعني هذا الشيء اللي الله سبحانه وتعالى كلف رسوله والرسول امر امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام ان يبلغ ذلك هذا أيضاً مقطع آخر من هذا الحديث الشريف. مقطع آخر من هذا الحديث الشريف بيان منزلة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في الآخرة. هذه فضائله. لكن في الآخرة أيضاً له منزلة. وإن رسول الله صلى الله عليه واله يُدعى فيُكسى وأُدعى فأُكسى. ويستنطق واستنطق، فأنطق على حد منطقه. في يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يدعو الخلق جميعا، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وأول من يدعى للخروج هو الرسول صلى الله عليه وآله ثم يليه أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام كما رواه الصدوق والطوسي في كتبهما روايات موجوده ان اول من يخرج ويدعى هو الرسول ثم امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام. زين. لماذا؟ لان الايه تقول يوم ندعو كل اناس بامامهم فحينما يدعون سائر الناس يدعونهم بامامهم فحسب القاعده اول الامام يخرج ثم المامومون يخرجون وهكذا في سائر الانبياء عليهم الصلاه والسلام اول يخرجون ثم يخرج اتباعهم هذا في اهل الحق وكذلك في اهل الضلال اول مثلا يخرج فرعون ثم يخرج قومه فيدعون به يوم ندعو كل اناس بامامهم زين الرسول صلى الله عليه وآله يشهد وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا الرسول يشهد على الأئمة والأئمة يشهدون على سائر الخلق فالرسول يستنطق اشهد يا محمد فالرسول صلى الله عليه واله يشهد على علي بن ابي طالب، يشهد على سائر الائمه عليهم الصلاه والسلام، بانهم ادوا ما امرهم الله سبحانه وتعالى عبر الرسول صلى الله عليه واله. ثم بعد ان يشهد الرسول صلى الله عليه واله تبدا شهاده امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام على الناس الذين كانوا في زمانه. ثم شهاده سائر الائمه على الناس الذين كانوا في زمانه ويستنطق واستنطق هو يتكلم يعني يطلب منه ان يتكلم وامير المؤمنين ايضا يطلب منه ان يتكلم فانطق على حد منطقه يعني شهادتهما متطابقه لا اختلاف في شهادتهم الرسول يشهد على الأئمة أنهم قد بلغوا والأئمة يشهدون على الخلق شهادة صادقة مئة بالمئة طبعا ذكرنا فيما مضى أن الشهادة حتى لا تكون شهادة زور يجب أن يعلم الشاهد بما يشهد به فالرسول صلى الله عليه وآله يعلم بما فعله الأئمة عليهم الصلاة والسلام فيشهد الائمه يعلمون بما يفعله الناس فيشهدون والا اذا بدون علم يردون يشهدون تكون شهاده زور واولياء الله سبحانه وتعالى اجل من ذلك والله سبحانه وتعالى اجل من ان يامر الشهداء بشهاده الزور بل الله سبحانه وتعالى علمهم او جعل لهم ادوات العلم لان الله على كل شيء قدير فالله سبحانه وتعالى علمهم فعل الناس الهم خبر ما نفعله نحن ما يفعله الناس في مشارق الارض ومغاربها ففي يوم القيامه ياتون ويشهدون شهاده عن علم لا شهاده زور هذا ايضا مقطع من هذا الحديث الشريف ثم بعد ذلك الامام ينتقل الى مقطع اخر من هذا الحديث الشريف لبيان علمه عليه الصلاه والسلام. وهذا المقطع نتركه الى حلقه قادمه ان شاء الله تعالى. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين.